احنا مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي وراح نروح لتاني محطاتنا لليوم راح نحكي فيها عن التغذية وكيف بتكون مناسبة لمرضى الكلى، وايضا شو الممنوع وشو المسموح وايمت بيؤدي هذا الشيء لاعتلال الشوارد. راح نحكي اكثر عن هدول الامور مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة آية صابر اختصاصية التغذية. يسعد صباحك. صباح الورد والفل. أهلا صباح وسهلا الخير فيك. دكتورة أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم هذا الموضوع بهم ناس كتير، وخاصة نحن عنا نسبة كتير من الناس بيعانوا من موضوع الكلى، كونه نحن اليوم بفصل الصيف، فاليوم الأشخاص اللي عندهم حالة مرضية بالكلى في شيء ممنوع في شيء مسموح بالنظام الغذائي؟ خلينا نضوي عليه لو سمحتي. تمام. هلا بالبداية خلينا نحكي ليش تعتبر الكلى هي من أكثر الأورجانز أو من كثر الأعضاء اللي هي مهمة بالجسم. أول شيء الكلية قادرة إنه تعمل تنقية للدم 32 مرة، فلا سبحان الله لما الشخص بيتعرض لقصور كلوي هو مضطر إنه يعمل غسيل كلوي مرتين لثلاث مرات بالأسبوع، تخيلي إنه المدة تتجاوز من 4 إلى 6 ساعات، فالكلية بشكل يومي عم تعمل لك تنقية وفلتريشن 32 مرة. فأول شيء الكلية هي بتنظم الشوارد بحيث إنه هي تضرب الصوديوم لخارج الخلية والبوتاسيوم لداخل الخلية. هي بتفرز عندي هرمون الإريثروبويتين، هذا الإريثروبويتين بيحرض إفراز كريات الدم الحمراء وبالتالي هو بيحمي من الإصابة بفقر الدم. كمان هي بتفرز عندي هرمون الألدوستيرون اللي هو مسؤول عن تنظيم الضغط الشرياني، وكمان الكلية هي المسؤولة عن تحويل الفيتامين دي للأكتيف فور أو للشكل الفعال لحتى هو يحميني من حالات الإصابة بالأوستيوبوروسيس أو ما تدعى بهشاشة العظم. طب اليوم شو هي الإنذارات اللي بيعطيها الجسم في حال كانت التغذية غير صحيحة؟ تمام. هلا بالنسبه للكليه عندنا اكثر من حاله مرضيه ممكن انه هو يتعرض لها الشخص ويكون لها اعراض. تمام. ممكن يفوت بحالات التهاب كليه، فبنلاقي صار عند الشخص اول شيء غثيان، صار عنده اقياء، بتصير الكليه بتزيد نفوذيتها للبروتين وللالبيومين، يعني بتصير بتطرح اوفر بروتين واوفر البيومين. شو يعني اوفر؟ يعني طرحت بروتين معناتها صار عندي تحطم بالعضلات، يعني طرحت لي فيتامين، طرحت لي معادن اكثر، وبالتالي اضطرب عندي الجهاز المناعي. هي كمان عم تطرح لي الالبيومين. الالبيومين اذا انطرح برات الجسم رح يزيد عندي حالات احتباس السوائل، حالات الاويديما او حالات الوزمات. تمام. حالات القصور الكلوي اول ما بصير عند الشخص كمان غثيان، اقياء، حكه، وايضا طعم معدني بالفم. هذا الشيء بيحدث لانه الكليه هون ما بتقدر، بصير عندي كميه البول المطروحه بتنخفض لحتى ممكن بعض الاحيان بتنعدم. تمام. هذا الشيء بيؤدي لارتفاع كميه المعادن بالجسم، هذا الشيء رح يعمل لي طعم معدني بالفم وايضا حكه، وايضا رح يعمل لي ارتفاع ضمن بوتاسيوم الدم وارتفاع ضمن فوسفات الدم. ارتفاع ضمن بوتاسيوم الدم يعني انا فتت باضطراب نظم قلب، فتت بتسرع قلب. اما ارتفاع فوسفات الدم فهذا الشيء الفوسفات بتروح بتحرك الغدد الجارات الدرقيه لحتى تروح تسحب الكالسيوم من العظم، وبالتالي ممكن يتعرض لاصابته بهشاشه عظم. طيب دكتوره، الحالات اللي ذكرتيها حضرتك ممكن تصيب الكلى اكيد الى اسباب، يعني هل اليوم الاسباب متنوعه حسب الحاله؟ طبعا. في بعض الاشخاص مثلا انا عندي جرثومه ممكن تصيب الجسم بتروح للجهاز البولي، اذا وصلت للكليه فتنا بالتهاب كلوي. اذا كان الشخص عم يتناول كميات كثير عاليه من البروتين، بس طبعا ما من مصادر طبيعيه، يعني الاشخاص اللي بيروحوا على الجيم وبيعملوا بناء عضلي بنلاحظ انه هن ما عم يكتفوا بالمصادر الحيوانيه، يعني ما عم بقدر ياخذوا البروتين بس من البيض والدجاج واللحمه، بالعكس عم يروحوا ياخذوه بمصادر خارجيه مثل الواي بروتين، مثل البي سي اي او نسميه البرانشد امينو اسيد. كل شيء بروتين بيجي بنسميه انيمال بيست فودز، او كل شيء اطعمه فيني اقول معتمده على الحيوانات، هي ما بتعمل مشاكل كلويه. امتى انا بخاف؟ لما بفوت مصادر خارجيه مثل البروتين ومثل الاحماض الامينيه بجرعات كثير عاليه. كمان مرضى داء السكري بصير عندهم تلف بالأوعية والشعيرات الدموية، هذا الشيء كله بيأثر على تروية الشريان الكلوي، وبالتالي بتصير الشخص معرض للإصابة بقصور كلوي. أيضا برضه ارتفاع ضغط الدم كمان رح يعمل لي إجهاد كتير كبير على الكلية وبيعرضه للإصابة بقصور الكلوي. كمان الأشخاص اللي ممكن إنهم يتعرضوا لإصابة أو حادث بتعمل لي إصابة مباشرة على الكلية. في بعض الأشخاص شباب بعمر صغير تعرضوا لحادث وتصابت الكلية بشكل مباشر فوراً، فاتوا بقصور كلوي حاد واضطروا بعض الأحيان لغسيل كلوي.
تمام. اليوم كمان تناول السوائل بكميات مناسبة، دائما نقول شرب المي منيح للكلية، لكن يمكن له كميات مناسبة وخصوصا للمرضى اللي عندهم مشاكل بالكلية، شو هي الكميات المناسبة اللي لازم ياخذوها؟ وأيضا المشروبات الغازية قديش لها ضرر على صحة الكلية؟ تمام، هلا بدنا نحكي إنه شو هو المرض اللي عم يصيب الكلية، يعني إذا كان عندي التهاب كلية هو أوريدي عنده تحبيس سوائل وعندي وزمات، فأنا ما فيني أعطيه كميات كتير كبيرة من السوائل، بالعكس أنا رح زود له حالة الوزن اللي عنده، أما إذا كان عندي قصور كلوي فكمية تقريبا اللي بدي اعرفها والمطلوبه من السوائل انا بشوف قديش هو عم يطرح بول بزود له 500 ميلي اللي هنا بينطرحوا عن طريق الجلد وبعطيه اياه كماء. اما بالنسبه للمشروبات الغازيه، المشروبات الغازيه حاويه على حمض الفوسفور، حمض الفوسفور مثل ما حكينا بيروح بينشط عمل جارات الدرق لحتى يسحب الكالسيوم من العظام، مشان هيك بنقول على طول انه لا تكتروا مشروبات غازيه لانه ممكن انها تعمليها شاشه عظم. طيب اليوم خلينا نروح لعوامل الخطوره اللي ممكن تسببها الحالات المرضيه اللي بتصيب الكلى. تمام، مثل ما حكينا الداء السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاشخاص يلي بياخذوا المسكنات بشكل غير معقول خصوصي مضادات الالتهاب الغير استيرويديه مثل الاسبرين مثل البروفين مثل النابروكس، هدول كلهم تصفيتهم كلويه فتناولهم بشكل عشوائي وبشكل يومي يؤثر على ترويه شريان الكلوي وبيأهب الشخص للاصابه بالقصور الكلوي. إذا بدنا نروح نحكي شوي عن الأدوية، دائما بيقولوا لك في أدوية أو تناول أدوية نوع من الأدوية بكثرة ممكن يأثر على صحة الكلية أو ممكن يؤدي لقصور بالكلية. اليوم في أشخاص بيتناولوا مكملات غذائية وخصوصا الرياضيين، يمكن في أشخاص عم تتناول أدوية بدون استشارة الطبيب، حتى المسكنات عم تتناولها بكثرة، هل هذا الشيء له تأثير؟ طبعا له تاثير. هلا مثل ما حكينا اول شيء عندي المسكنات من مضادات الالتهاب الغير استيرويديه، عندنا تقريبا 80% من الادويه هي تصفيتها او فلتريشن تبع عن طريق الكلى، والفيتامينات مكملات. تمام، المكملات الغذائيه مالتي فيتامين مالتي مينرالز هدول كلهم كمان عن طريق الكليه، فاذا كان الشخص عنده اوريدي مشاكل كلويه انا ما فيني اعطيه مكملات غذائيه الا بكميات كثير مناسبه، والفيتامينز اللي هو بس بيحتاجها ما اعطيه مالتي، يعني اذا مريض سكر يعني انا بروح بقى بعطيه بيتا كاروتين، بعطيه الفيتامين سي، بعطيه الفيتامين دي، بعطيه الكالسيوم، بعطيه فيتامين كي 2، هدول لانه هو بيحتاجها، فانا ما لي بالضروره اني اعطيه مالتي فيتامينز ومالتي مينرالز وفوت بمشاكل، لانه هو اوريدي مريض السكري بعد 15 سنه اذا كان السكري تبعه عم يلعب او بيطلع عم ينزل فهو معرض انه يفوت بقصور كلوي، فالمالتي الفيتامين والمينرالز ممكن يسرع هذا الشيء. طيب دكتورة خلينا نرجع نركز على الموارد الطبيعية للتغذية، اليوم عم نحكي بالفيتامين بشكل عام، اليوم شو المسموح لهذا المريض انه ياكل وشو الاكلات الممنوع ابدا انه يتناولها؟ تمام، هلا بالنسبة لمريض القصور الكلوي بروح بقى مثل ما حكينا هو بيكون عنده فرط بوتاسيوم وفرط فوسفات، فبدي بعد عن الأغذية اللي بتكون حاوية بوتاسيوم وفوسفات بكميات كثير عالية. مثل شو؟ هلا الأغذية العالية بالبوتاسيوم مثل الموز، مثل الأفوكادو، مثل البطاطا، مثل البندورة، مثل الفاصولية، مثل اليقطين، مثل اللبن، مثل المشمش، هدول أغذية عالية كثير بالبوتاسيوم، شو مسمح له مثلا؟ هلا بالنسبة للنشويات أنا بروح على النشويات اللي بتكون ما فيها ألياف، تمام؟ يعني ما بروح على الخبز الأسمر وخبز الشوفان وخبز الشعير بالعكس، لأنه الألياف هي بيكون فيها معادن أكثر وبالتالي رح تتعب الكلية أكثر، لا بروح على الرز الأبيض، بروح على المعكرونة البيضاء، بروح على الخبز الأبيض، تمام؟ إذا كان عندي مريض سكري مقرون يعني مقترن بمريض قصور كلوي، أنا عندي تو تشويسز، يا أما أنا بعطيه بس الشغلات اللي فيها طحين أبيض، بس شو بساوي له فيها لحتى ما يرفع له السكر؟ بحطها بالفريزر قبل بيوم من 7 لـ 8 ساعات، فبتحول لي النشاء المعقد اللي بقلبها لنشاء مقاوم، فما بتعود بترفع السكر بشكل كتير سريع. او الخيار الثاني انه انا اعمل له يومين بالاسبوع نشويات عالية بالألياف ويومين بالأسبوع نشويات فيها طحين أبيض وما فيها ألياف. تمام، بالنسبة للبروتين أنا بدي أروح على الهاي كواليتي بروتين، يعني أنا بوقف له اللحمة الحمراء وبعطيها ماكسيموم مرة بالأسبوع، بعطيه أكثر شيء الدجاج والسمك والبيض. بالنسبة للخضار والفواكه مثل ما حكينا نبعد عن الخضار يلي بتكون داكنة اللون أو اللي كتير غامقة لأنه بيكون فيها البوتاسيوم كتير عالي. شو معنى بروح مثلا على
بلب الخس، بعمل له مثلا فيني اعمل له سيزر بلب الخس مع التوست والمايونيز بقلبه، فيني روح على اللب الملفوف، فيني روح على الكوسة، فيني روح على الانجينار، فيني روح على التفاح المقشر، فيني روح على الخيار المقشر، فيني روح على النجاص المقشر، دول كلهم ما بيضروا الكلية. وبدي بعد كمان عن الأغذية بتكون عالية بالفوسفات، مثل شو؟ مثل الحلاوة، الطحينة، زبدة الفول السوداني، مثل صفاري البيض، هدول كلهم يكونوا بالشربات الغازية، هدول يكونوا كتير حاويين على كمية كتير كبيرة من الفوسفات اللي رح تضر بالمري. اما بالنسبه للدهون فبتكون الدهون يلي عم بعطيها دهون كثير صحيه، بدي بعد عن الزيوت المهدرجه، بدي يكون اعتمادي كثير كبير على زيت الزيتون، على زيت الفستق، على زيت الفول السوداني، على زيت عباد الشمس، قبل الزيوت المهدرجه مثل زيت الدخيل وغيره بدي وقف لها اياها بشكل كثير كبير. تمام، دائما بنعرف انه المعده بيت الداء وال حمية رأس الدواء. اليوم الأشخاص اللي مصابين بأمراض الكلية اليوم بيصير عندهم تعب وإرهاق، لما نعرف أنه هي الحالة الصحية متعلقة بطريقة الأكل ونوعية الغذاء، لكن اليوم كثير من الأشخاص يمكن ما عندهم قدرة أو مقاومة لاتباع هي الحمية، يمكن في بعض الأحيان بيشتهوا أنه يأكلوا من هي الشغلة اللي هي ممنوعين منها، دائما بيقولوا الممنوع مرغوب. اليوم شو أشياء المخاطر اللي يمكن يتعرض لها مريض الكلى في حال ما التزم بالنظام الغذائي؟ هلا أسوأ شيء ممكن هو يتعرض له انه يفقد كليته او يضطر انه يعمل غسيل كلوي. مثل ما حكينا غسيل كلوي ما له امل كثير سهل، بالعكس هو مضروري يروح 3 ايام بالاسبوع لست ساعات كل جلسه لحتى هو يغسل الكلاوي، بينما سبحان الله يعني رب العالمين خلقنا بكليه انه لازم نحن نحافظ على هالنعمه، تمام؟ فلحتى ما نفوت غسيل كلوي لنفوت بنقل اعضاء. طب كرمال ما نروح لهي الحالة، خلينا هيك من خلال خبرتك ومجالك نعطي نصائح وطرق وقائية لحماية الكلى. هلا أول شيء مثل ما حكينا بدنا نتجنب التجفاف، خصوصي هلا فصل الصيف كثير الشخص عم يتعرق أو يفقد كمية كثير كبيرة من السوائل، ناخذ كمية كثير منيحة من المي. ثاني شيء تناول المسكنات بده يكون بشكل كثير مدروس، ونبعد عن تناوله بشكل كثير عشوائي. مرضى السكري ومرضى الضغط بده يكونوا كثير مضبوطين، فيني حاول فوت أعشاب، ما رح أقول إنه هي تريتمنت أو ما فيني أقول إنه هو علاج للقصور الكلوي، بس هي بتحافظ على وظيفة الكلية قدر المستطاع. مثل انا عندي الهندبه، الهندبه بتخفف من احتباس السوائل يلي بصير وبتخفف من مستوى الكرياتينين اللي عم يصير عندي. عندي البقدونس كمان هو بطبيعته المدره للبول كمان هو بيخفض من احتباس السوائل. عندي البابونش بتخفض مستوى الكرياتينين بشكل كثير كبير. عندنا كمان هلا هو شائع برا بس عندنا بعده يعني بمستوى الجديد، الصمغ العربي اللي اثبت كثير فعاليته عند مرضى الكليه، لدرجه انه سمعت حالي انه صبية كان عمرها 8 سنين تعرضت لقصور كلوي حاد، كانت مضرورة انه هي تعمل غسيل كلوي بشكل اسبوعي من وراء الصمغ العربي، ظلت برا غسيل لمدة 4 سنوات وتحسن عندها الكلية بشكل كتير كبير، بشرط انه يكون الصمغ العربي من مصادره الاصلية، هو اكتر شيء شائع بالسودان. فهو الصمغ مثل اللي بيطلع على الشجر لما بتتعرض لدرجات حراره كثير مرتفعه ومنخفضه بتطلع على الشجره صمغ في منه ابدا ما له مفيد وفي منه مفيد هو بنسميه الصبغ العربي. اكيد بختام فقرتنا بدنا نشكرك الدكتوره ايا صابر اختصاصيه التغذيه، واكيد بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لاستضافتك. شكرا الحلوه دكتوره، ويومك حلو وسلامه لكل الناس ولكل مشاهدينا لليوم. شكرا لك.